تم التطرق لواحد العدد ديال المواضيع اللي كتهم المناطق اللي قاسها الزلزال من الحوز وتاودانت والمناطق الاخرى، وشفنا البرامج ويمكن نقولوا بان الحمد لله البرامج يعني زايده لقدام، وكنتمنوا انه السكان اللي يعني خداو الدعم ديالهم للسكنة انهم يزيدوا يسرعوا يعني في البنية ديالهم. وبامر من صاحب جلالة الله ينصرو غادي نديروا هذاك الدعم اللي كان كيتعطى ديال 2500 ديال الدرهم غادي تزاد بخمس شهور اخرى ان شاء الله، باش تعطي الناس الامكانيات انهم يكملوا المنازل ديالهم في احسن الظروف. الاجتماع الثاني